رفض يؤدي إلى إمطار حلب بالبراميل المتفجرة، وبعض من الدول الغربية تقف وتدين فقط، والآخر لم نلمس منها إلا الصمت. هكذا يبدو المشهد اليوم في سوريا بعدما حثت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي لإدانة العنف والتعبير عن الغضب من الضربات الجوية للنظام السوري، خصوصا الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة في حلب هذا الأسبوع، والتي قتل فيها أكثر من 100 شخص معظمهم من الأطفال. الولايات المتحدة قدمت مسودة قرار في مجلس الأمن يدين النظام بسبب الغارات التي تشنها قواته على عدد من المدن، وأعرب أعضاء المجلس عن استيائهم من استخدام الأسلحة الثقيلة مثل صواريخ سكود والبراميل المتفجرة. كما دعت مسودة القرار إلى السماح لموظفي المنظمات الإنسانية بوصول أوسع إلى سوريا لمساعدة المتضررين. وذكرت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في بيان لها أنه يتوقع قرار مشروعها قريبا في حال لم تواجه المسودة أي معارضة. ويبدو أن رفض المعارضة مقترحا من نظام الأسد يقضي بنزع الصلاحيات من بشار الأسد مقابل بقاء الأمن والجيش والشرطة بيد العلويين، هو ما دفع قوة النظام إلى تصعيد عمليات القصف والإبادة الجماعية في حلب خصوصا، وذلك بموافقة من الإيرانيين والروس. من جهتها دانت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، وعبرت عن قلقها من مثل هذه الانتهاكات من جانب النظام وميليشيات الشبيحة. محللون ذكروا أن قوات الأسد ستستمر بإلقاء البراميل المتفجرة بمباركة روسية إيرانية إلى حين الوصول إلى المؤتمر المنشود جنيف 2، وهو المؤتمر الذي شككت بعض الأوساط بانعقاده في ظل التوجه الحالي للنظام وحلفائه.